معانا مدام نادية، حالة لمفيديما صعبة جدا. هنوريكم الصور قبل وبعد كده، بعد ما شاء الله الله أكبر 6 أيام بس من العلاج. احنا عايزين حضرتك تحكي لنا التجربة بقى بتاعتك. طبعا حالة الانفيديما ديت بالنسبة لرجليا كانت فيها حمرة وكانت متضخمة جدا، والحمد لله بفضل الله. طبعا لما سألت الدكتورة رانيا عرفت طبعا ايه ان في حالات ربنا يعني ايه مش فيها، الحمد لله وبقت كويسة. وبناء على كده انا جيت بس، وفعلا الحمد لله الحالات حسنت، كانت وضعها سيء جدا ودلوقتي الحمد لله اتحسنت من اول اسبوع، ولسه طبعا في ان شاء الله على المدى القريب مش البعيد ان شاء الله الدنيا تبقى احسن. كنت متخيله ان في 6 أيام نوصل للي احنا وصلنا له ده؟ لا طبعا اكيد لا، ما يعني فعلا كانت تضخمه جامد، فانا طبعا رحت دكاتره كتير وكلهم ايه يفوق المشوار دوت، وكان كلهم عايزهم عايزين عمليات، وانا ما كنتش محبذه موضوع العمليه اساسا. بس بصراحه يعني حضرتك كنت ايه قلت لي مفيش داعي للعمليات وان شاء الله الدنيا تبقى احسن من كده كتير. تمام الحمد لله مبسوطه اهم حاجه. اكيد طبعا اكيد مبسوطه جدا الحمد لله. الحمد لله ربنا يجعله دايما بالشفاء ويجعلنا دايما عند حسن ظنكم يا رب. هنتصور سوا حالا. احنا معانا حاله ليمفيديما، اخواتنا من الاردن الحمد لله جولنا مخصوص على السيره بتاعتنا والسمه، ربنا يجعلنا عند حسن الناس جميعا. الحاله دي كانت حاله تورم ليمفاوي شديد جدا، كان مؤثر عليها في الوقوف والحركه، وكان عندها كمان خشونه في الركبه شديده. الحمد لله زي ما انتم شايفين رجليها يعني شبه طبيعيه، يعني خلاص احنا ده الحجم الطبيعي بتاع رجليها بعد 6 أيام فقط من العلاج. قدرنا الحمد لله بفضل الله الخشونه رجليها اتحسنت بالركبتين، والتورم احنا خاسين على القياسات يعني من كل حته، في 10 سنتي وفي 7 سنتي وفي 9 سنتي، يعني اجمالي مثلا حوالي 40 سنتي من رجليها كلها. لو خدنا فصصنا المقاسات حته حته هنلاقي الاجمالي بتاعهم يعدي ال 40 سنتي ما شاء الله من كل ناحيه. قولي لهم انت بقى التجربه بتاعتك عندنا. الحمد لله ان لقيت العلاج، علاج الغده الانفاويه حكون ما في لها علاجات، بس الحمد لله. ايه رايك بعد الجلسات؟ والله الحمد لله ممتازه. الحمد لله. انت من تاني يوم قلتي حسينا ما شاء الله ما كنت اقدر بالنتيجه اقدر ارفعها. الحمد لله ما كنتش قادره ترفعي رجلي. وتاني ومن تاني يوم دكتور رانيا، عايزين النهارده نتكلم عن علاج التهاب الاوعيه الليمفاويه. عايزين في الاول كده نعرف المشاهد ايه التهاب اوعيه ليمفاويه، ايه هو الالتهاب الليمفاوي؟ طيب اولا بس هقول التعريف العلمي بس هشرح للناس عشان ما يتوهوش مننا من الاسم الكبير ده. حلو. يعني ايه التهاب اوعيه ليمفاويه او تورم ليمفاوي؟ من الاسم ان الدراع وارم، حجمه كبير ووارم، او الرجل او الساق متورمه فيها تورم وحجمها زيادة، يبقى احنا ده معنى كلمة التهاب أوعية لمفاوية أو تورم لمفاوي. ده بيبقى عبارة عن التهاب في القنوات اللمفاوية اللي هي جزء من الجهاز اللمفاوي بسبب جرح أو التهاب بكتيري أو فيروسي يؤدي إلى التهاب الأوعية اللمفاوية، تسبب التورم كبر حجم الدراع أو كبر حجم الساق. طيب ايه يعني بيبقى فيه او القدم ساعات بتبدا من القدم بس وبعد كده تطلع فوق لحد يعني تاخد لحد تحت الركبه وساعات تكمل لحد فوق خالص. طب معلش انا هقول لك حاجه كده بسيطه، في ناس دايما بيجي لها هم احنا كشعب مصري بنحب نشخص لنفسنا كل حاجه. انا لسه كنت معايا دكتور اطفال فبقول له الام هي اللي بتشخص لابنها. في ناس بيقولوا ايه لو لقى رجله مثلا ورمه يقول لك اصل انا عندي املاح. لا، احنا لازم نتاكد في التهاب في الاوعيه الليمفاويه. يعني احنا مثلا كان من فتره جات لنا حاله من السودان، الست فضلت تهمل الموضوع لحد ما وصلت ان رجليها احنا وصلنا من بعد الكورس الاولاني قللنا من الرجل الواحده 40 سنتي. متخيله 40 سنتي يعني كميه سنتي. يعني رجليها منفوخه قد ايه؟ اللي احنا بنقول عليها قدم الفيل ولا ده حاجه ثانيه؟ زي ده تورم ليمفاوي. تورم. طب
اسباب التهاب الاوعيه الليمفاويه ايه؟ بصي، من طبعا من اشهر الاسباب طبعا السرطانات واورام الثدي، عشان كده لما خصوصا لما بيستأصلوا الثدي ويستأصلوا الغدد الليمفاويه فممكن الايد تورم قوي لو اتعرضت لاي خدش او سخونيه او اي حاجه. فدايما بنحذر الناس اللي عاملين استئصال اورام ثدي او اورام بروستاتا او اورام الرئه او اورام المعده يخلي بالهم ان ممكن يبقوا عرضه اكتر للالتهاب الليمفاوي. طبعا الالتهاب البكتيري او الفيروسي ممكن جرح في الرجل يؤدي الى التهاب ليمفاوي حتى بعد الجرح بسيط. بعد الجرح ما يخف ولا في اثناء وجود الجرح؟ وجود الجرح وما تعالجش كويس فيعمل التهاب بكتيري، بكتيريا تدخل جوه او الفيروس يدخل جوه اللي هي القنوات الليمفاويه اللي قلنا عليها ويعمل التهاب ليمفاوي. والالتهاب الليمفاوي او التهاب في الاوعيه الليمفاويه يعمل تورم ليمفاوي. الناس اللي بيتعطوا ستيرويدز او بمعنى ستيرويدز اللي هو الكورتيزون كتير، الناس اللي بيتعالجوا مثلا فتره التهاب مزمن من اي سبب من اي حاجه وخدوا كورتيزون فتره طويله بيبقى عرضه للتورم الليمفاوي. عندك الناس اللي بيبقى عندهم السكر اصلا الاوعيه الدمويه بتاعتهم كلها ضعيفه فبالمره الاوعيه الليمفاويه ممكن يحصل عليها التهاب هي كمان فيحصل تورم في رجليهم. وخصوصا بقى ان احنا بنخاف منهم قوي لانه التورم الليمفاوي مع وجود التهاب اعصاب طرفيه ممكن يقلب بقدم سكري فيدخلوا في قصه كبيره، مشكله كبيره ودوامه كبيره. هل مرضى القلب برضو معرضين لالتهاب الاوعيه الليمفاويه ولا دول بعيد؟ بصي، هو اي حد يعني معرض، مجرد زي ما قلت لك هو التهاب فيروسي او بكتيري بيبدا اصلا مجرد اي حد معرض ان هو يحصله لو ما خدش باله من الاساس من التهاب الاوعيه الليمفاويه دي. طيب عايزين نتكلم بقى باستفاضه عن الاعراض بتاعه التهاب الاوعيه الليمفاويه. بصي، طبعا اول حاجه احب اقولها للناس زي ما قلت لك على حاله السودان، ضمن الحالات برضو اللي اتعاونت فيها مع احد اطباء الاوعيه الدمويه كان حاله بنوته صغيره. البنت دي عندها تورم بس الحمد لله مامتها اكتشفتها في وقت يعني قليل، كان لسه بنتكلم في 4 سنتي او 5 سنتي ارتفاع في مستوى القدم. ده كان ده التهاب بكتيري او التهاب فيروسي بيبدا يعني الحاجه الملاحظه قوي ان يحصل تورم. دي اول حاجه. تاني حاجه التورم هيؤدي الى، عشان ما ننساش، تقل في الدراع او في الساق او في القدم او في او مثلا لو المكان ده تحت الركبه ده كله هيبدا يبقى فيه تقل مع الحركه، الم الم في العضلات. طبيعي ان يبقى فيه الم، ليه؟ لان انت زي ما كنا انا حاطه تقل على ايدك او تقل على رجلك فطبيعي بعدها يبقى فيه الم. ممكن طبعا نتيجه لوجود التهاب يحس بسخونيه في المكان، خصوصا في مكان العقد الليمفاويه، يعني مثلا في الرجل يحسها عند منطقه الفخذ من فوق، وجود خطوط حمراء في منطقه الدراع عند الابط اللي هي عند قريبه من من الاماكن العقد الليمفاويه. فممكن يلاقي يلاحظ وجود ده، ممكن برضو يعرفه انه في التهاب في العقد الليمفاويه. ممكن يحس كمان بسخونه، سواء سخونة ارتفاع درجة حرارة الجسم كله أو سخونة في المكان الملتهب، في المنطقة المصابة، المنطقة اللي فيها الإصابة ممكن يحس بيها في السخونة. طبعا 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 لو في الرجل تقل في الحركة فظيع، لو في الدراع هيبقى تقل في حركة الدراع نفسه فممكن تعمل لك إعاقة في الحركة. طيب حضرتك من شويه قلتي لي ان كان في طفله تقريبا حصل عندها المشكله دي، يعني احنا كده بنقول ان الالتهاب الليمفاوي مش مقتصر على سن معين. لان احنا في الاول قلنا ممكن يجي لبعض الناس اللي هم عندهم سرطان الثدي وتم استئصال الثدي بالغدد الليمفاويه فده بيحصل عندهم كده، فاحنا ممكن مخنا طبيعي بيروح ان لا ده في السن الكبير. لا مش شرط في السن الكبير خالص، ده في السن الصغير وفي يعني انا شفت اعمار مختلفه، يعني شفت انا تقريبا شفته في كل الاعمار. شفت البنت دي كان حوالي 16 سنه ولا 15 سنه، شفته في يعني في اعمار مختلفه، يعني ناس مش مقتصر على عمر معين. المشكله انه ده كمان بيدخلك في مشاكل تانية زي ان مثلا وزن الجسم يزيد من قله الحركه. فاهماني؟ برضو مش بس الناس اللي عندهم ورم، الناس اللي اتعالجوا بالاشعاع من اي نوع ورم اخر
العلاج الإشعاعي على فكرة من الحاجات اللي ممكن تؤدي، ما في حاجة عندنا في الطب اسمها بارا ماليجنت سيندروم. بارا يعني جنب، ملاصقة ليها أو جنبها ماشية معاها خطوة بخطوة. فجنب الماليجنت اللي هو الأورام الخبيثة دي، تلاقي من الحاجات اللي مشهورة يحصل فيها التهاب في الأوعية الليمفاوية، بتيجي مع الماليجنانسي أكتر أو العلاج بالكيمو أو الراديو ثيرابي. إيه لما بيحصل العلاج بالكيموثيرابي او الكيميائي او الاشعاعي، في الحاله دي بتتاثر الغدد الليمفاويه. من كتر التورم كمان بيبقى فيه تشققات في الجلد، الجلد تحسي ان هو حصل عليه ستريتش جامد، والجلد بتاعه تحسي ان هو كانه هيتفتح او بدا فعلا يتشقق من كتر ما هو تم التمدد بتاعه. من كتر التمدد ساعات كمان ده بيؤدي لمشكله كبيره بقى جدا، انه يحصل تقرحات، التقرحات تعملك بؤرة صدرية. الموضوع ساعات بيكبر جامد.